وإلى إقليم كانم وافتتاح أعمال الورشة التدريبية حول المؤسسات المحلية للتنمية التي نظمت من قبل أوكسفام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. خزينة جبرين. بحضور ممثل حاكم إقليم كانم انطلقت أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها منظمة أوكسفام حول إصلاح المؤسسات المحلية للتنمية لصالح 40 مشاركا. وخلال يومين من عمر الورشة سيتطرق المشاركون في العديد من المؤسسات المحلية للتنمية. في خطابه ممثل أوكسفام قال إن هذا المشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي لفترة 4 سنوات، ويهدف هذا المشروع إلى استقرار الاجتماعي والاقتصادي في شريطه الساحلي بغية تقوية القدرات والكفاءات للعاملين في مؤسساته المحلية. في خطابه الافتتاحي لأعمال الورشة محافظ كانم الشوكو السلطاني قال إن هذه الورشة التدريبية جاءت عقب الدراسات التي أجريت لتجمعات المحلية في 3 أقاليم، وهي جزء من خطة رفع القدرات عبر أخذ البيانات ومتابعة والتقييم لرفع عجلة التنمية المحلية في الإقليم. رئيس إداري مقاطعة جاما التابعة لحجر لميس ينصب رئيس سلطة التقليدية لجاما محمد جامبو دونغوس خلفا لوالده الذي وفته المنية في 10 من الشهر الجاري محمود موسى الفيل. تأتي مناسبة تنصيب رئيس السلطة التقليدية لقبيلة البرنو بمنطقة جاما التابعة لإقليم حجر لميس السيد محمد دونغوس خلفا لوالده جامبو دونغوس الذي وافته المنية بتاريخ 10 من هذا الشهر الجاري في العاصمة إنجمينة بعد مرض قصير ألزمه الفراش ولم يمهله طويلة. وبهذه المناسبة تحدث الرئيس مركز إداري جاما محمد حسن محمد عن الجهود التي بذلها الفقيد جامبو دونغوس في تنمية المنطقة، طالبا من خلفه الجديد احترام السلم الإداري ومتابعة ما تبقى من نشاطات والده، متمنيا للشيخ الجديد عملا جيدا في مشوار مهامه التي كلف بها. هذا وبعيد مراسم التنصيب هذه، دفن الفقيد بمنطقة جاما التي تعد مسقط رأسه، وذلك بحضور عدد كبير من أهالي وأسرة وأصدقاء الفقيد، بالإضافة إلى جموع من سكان المنطقة فضلا عن القرى المجاورة لها. تجدر الإشارة إلى أن الراحل جامبو دونغوس ولد في العام 1949 بمنطقة جاما، وعين كرئيس للسلطة التقليدية لقبيلة البرنو بمنطقة جاما عام 1969 حتى تاريخ وفاته. وترك الفقيد وراءه 4 أرامل و25 من الأبناء، 16 ولدا و9 بنات. ونذكر بأن الرئيس الحالي للسلطة التقليدية للبرنو بجاما محمد جامبو دونغوس يعد هو الابن الأكبر من أبناء الراحل. السفير السويسري لدى البلاد قام برفقة وفد يتكون من فنيين وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية، قاموا بزيارة إلى شرق البلاد بهدف متابعة المشاريع الإنمائية هناك. كان في استقباله حاكم إقليم وادي فير عبد الله هارون. في إطار متابعة المشاريع الإنمائية الممولة من التعاون السويسري لدى البلاد، قام السفير السويسري لدى البلاد بزيارة إلى شرقي تشاد برفقة وفد يتكون من فنيين وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية بتشاد. ولدى وصوله السفير السويسري بمدينة بلتين حضرة إقليم وادي فيرة، حيث كان في استقباله حاكم الإقليم محمد دولي تنغل. وعليه فقد تمحور اللقاء حول التعاون المشترك بين البلدين. السفير السويسري لدى البلاد أثناء كلمته أكد مواصلة دعم بلاده لتشاد عبر التعاون السويسري، وخاصة المشاركة في تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى تطوير العالم الريفي، وكذا قدمات مشروع برنامج الثروة الحيوانية والرعي بالمناطق الساحلية. أما حاكم إقليم وادي فيرة محمد دلي تنقل شكر التعاون السويسري باسم سكان الإقليم لما قدم من دعم لبلاده أجمع والإقليم على وجه الخصوص، مؤكدا وقوف السلطات المحلية معا في تنفيذ المشاريع لصالح السكان.